نشرة إخبارية جديدة، أهلا بكم. أدى طلاب الصف الأول الثانوي بجميع محافظات مصر الامتحان الإلكتروني في مادتي التاريخ والكيمياء، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة الامتحان الإلكتروني لطلاب 15 محافظة، بينما بدأ طلاب باقي المحافظات امتحاناتهم منذ 10 صباحا. وقالت مصادر مسؤولة بالوزارة أن منصة الامتحان تعمل بشكل جيد وبكفاءة أيضا، ولم يتم رصد أي مشكلات حتى الآن، وطلاب يؤدون الاختبارات بشكل منتظم. أيضا انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلتين التعليم الأساسي والثانوي، وتستمر حتى 11 من مارس الجاري. كشفت وزارة الصحة عن نسب فاعلية لقاح كورونا، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال بنسبة تتخطى 86% في الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة. وأضافت وزارة الصحة أنه يمكن حجز اللقاح عبر الموقع الإلكتروني، ويمكن أيضا الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات من الخط الساخن وهو 15335. قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتكرمها وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنها تعتبر المرأة شريكا أساسيا في تحقيق البناء وتنمية الدول والمجتمعات باعتبارها تمثل نصف المجتمع، ولما تقوم به من دور كبير في تربية النشء وإخراج أجيال نافعة للمجتمع قادرة على العمل والبناء، وهذا الدور لا يمكن لأحد أن ينكره. أضاف أيضا مفتي الجمهورية في كلمته بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي وافق 8 مارس من كل عام، أن الشريعة الإسلامية جاءت لتنصف المرأة وتكرمها وتعلي من شأنها. أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بيانا أكد فيه أن واقعة الفيديو غير اللائق التي أثيرت الأسبوع قبل الماضي مجرد خطأ فردي من محرر الموضوع، ولا تعبر عن مؤسسة اليوم السابع ولا سياساتها التحريرية، وأن المؤسسة وضعت آليات جديدة لضبط تدفق المحتوى ومنع أي فرصة لتكرار هذه الأخطاء الفردية. أكد أيضا المجلس في بيانه قبولها اعتذار اليوم السابع عن الخطأ غير المقصود، خاصة بعد حذف المحتوى والتعهد بعدم تكرار الأمر. متابعا تبين للمجلس خلال التحقيق أن الفيديو المخالف لم يكن سوى عمل فردي للمحرر ولا يعبر عن السياسة التحريرية لليوم السابع، كما كشف رئيس التحرير خالد صلاح عن آليات جديدة لضبط تدفق الفيديوهات وأيضا منع هذه الأخطاء الفردية من التكرار مرة أخرى. كشفت ميغان ميركل زوجة الأمير هاري في مقابلة يترقبها العالم كله، ومن المفترض أن تذاع الليلة مع المذيعة أوبرا وينفري، أنها عانت من أفكار انتحارية، وقالت أنها أصبحت وحيدة بعد أن تم وضع قيود على الأشياء التي يمكنها القيام بها ولم تخرج منذ شهور. وقال هاري أنه لم يكن لديه فكرة عما يجب فعله وأصبح في محنة ولم يكن لديه أي شخص يلجأ إليه. كشفت تقارير صحفية عن أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أخبر إدارة ناديه مؤخراً برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في يونيو، أي أنه لا يحق له الرحيل دون موافقة النادي الإنجليزي، خاصة أنه يتقاضى ما يقرب من 230 ألف استرليني أسبوعياً. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر صور للأقمار الصناعية، حيث تشير إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم ولمدة 3 أيام قادمة، وتبلغ ذروة يوم الذروة ليوم الأربعاء القادم، حيث تصل درجة الحرارة بالقاهرة إلى 33 درجة. أيضا أضافت هيئة الأرصاد أن الظاهرة المؤثرة تكون الأتربة عالقة نهارا على شمال البلاد ويسود طقسا حار نهارا وبارد ليلا خلال هذه الفترة. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء في أمان الله.